الاتش ار عايز مننا ايه؟ اذا كنت اتش ار الحلقه دي مش علشانك وهتزعل لو اتفرجت، الحلقه دي ليك انت لو كنت بتشتغل موظف وبتعاني بقى مع بتوع الاتش ار. اتش ار دول زودوها قوي. الدراسات بتقول 70% من الموظفين ما بيثقوش في الاتش ار، وعمرك ما تقدر تواجههم، اخرك تطلع غلك في نكت على السوشيال ميديا ولا حتى تروح السيده زينب وتدعي عليهم ارحمونا من طلبات الاتش ار. وما انك شايف ان الاتش ار هيخذلك وهيقف ضدك فمش هتثق فيه في اي مشكله، وفي الاخر يا بتترفد يا بتستقيل وتروح ترفع قضيه على الشركه. عندك سنه 2020 وصل عدد الاحكام المتعلقه بالتقاضي في اماكن العمل في الولايات المتحده الامريكيه الى مستوى قياسي. السؤال بقى الاتش ار ليه محدش بيحبه؟ وليه اللي بيشتغل في الاتش ار لازم يكون جديد؟ انا محمد الزمزمي في البوستاجي وحلقه جديده. في البداية ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس. المفروض ان قسم الموارد البشرية موجود لتسهيل العمل، زي انك تقبض في يوم محدد او التعامل بقى مع المشاكل في الشركة. وطبعا احنا بنبقى متوقعين من الاتش ار انه يدافع عننا لما تكون في مشكلة او موقف صعب. ما جبت كولدير مية في الشركة، ده كان اكبر انجاز الاتش ار عمله عندكم؟ ما انت هتروح يا غلبان تشكي لمين؟ لمديرك اللي مطلع عينك ولا زميلك العصفورة اللي هتحكي له فهيروح يحكي برضه لمديرك؟ المشكلة بقى الصورة الذهنية عن الاتش ار وانطباعاتنا عنه انه مش في صفنا ابدا، لكنه في صف الشركة وصف صاحب الشركة. الاتش ار بيبقوا في حتة والناس كلها في حتة. وطالما انطباعنا عنهم وحش مستحيل نثق فيهم او نروح نشتكي لهم، فالمشكله بتبدا تكبر 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 وكانه بركان خامد وهينفجر، ولما ينفجر بقى نتخانق خناقه كبيره مع المدير وبعدين نروح كلنا للاتش ار يطلب منا طلبات مهينه ساحه كبير حاسبني ايه. الجميل بقى انك لما بتيجي تتوظف بيقولوا لك ان قسم الموارد البشريه موجود لمساعدتك لو عندك مشكله، ولذلك الموظفين الجداد بيعتقدوا انهم لو لجأوا الى قسم الموارد البشريه او الاتش ار يعني فهيسمعوا لهم وهيساعدوهم في وجود حل لمشاكلهم. الصراحة هو ده الطبيعي في الشركات والمؤسسات الناجحة، هتكون مهمة الاتش ار هي مساعدة الشركة على تحقيق طموحاتها انها تنجح، يعني من خلال بقى مساعدة الموظفين على التفوق داخل الشركة وما بيبقاش في اي مشاكل. لو محتاج كورسات مثلا هنديك كورسات، لو تستحق الترقية فاحنا هنرقيك يا مصطفى، لو متميز في شغلك ومحتاج زيادة في المرتب خلي كده حياتك تبقى منغنغة يا مصطفى، لو عندك مشكلة بتقابلك عقبات مثلا في الشغل هنحلها لك. لكن للأسف مش على طول بيحصل كده. قسم الاتش ار في بعض الشركات بيركز بس على الجوانب القانونية، بمعنى انهم قاعدين عشان يدافعوا عن الشركة لما سيادتك تترفض وتروح ترفع عليهم قضية. حافظين القواعد والقوانين واللوائح وبيطبقوها بحذافيرها. وفي الشركات بقى اللي فيها الاتش ار بالشكل ده فالموظفين الغضبانين بقى واللي زعلانين واللي متخانقين مع مديرهم لو راحوا لقسم الاتش ار مش هتبقى وسيله لحل المشكلات بشكل عادل. احنا بقى يعجبنا الندل اللي ينفذ الاوامر عن الشهم اللي بيخرج عن طوعنا. بص، لما بتظهر مشاكل بيبقى في خط فاصل بين النتيجه اللي عايزها الموظف والنتيجه اللي عايزها الشركه، فالشركات اللي بيركز فيها الاتش ار على الاحتفاظ بالموظفين ممكن ساعتها تاخد حقك. لكن اذا كان ميزان القوه بقى مميل كده ناحيه الاداره فهيكون قدامك يا موظف يا غلبان فرصه ضئيله جدا انك تاخد حقك، وهتقعد مع الاتش ار تحكي وتشرح وتقول وجهه نظرك، وفي النهايه هتلاقي نفسك بتعافر في قضيه خسرانه. والكلام ده مش بس في الشركات الصغيره، الابحاث بتقول ان غالبيه الموظفين لا يثقوا بالموارد البشريه او بقدرتهم على حل مشاكل العمل المعقده. عندك سنه 2018 اتعملت دراسه على اكبر شركات التكنولوجيا الامريكيه، لقوا ان اكتر من 70% من الموظفين اللي بيشتغلوا بقى في اربع شركات من الشركات الكبار زي ابل وامازون وجوجل ومايكروسوفت ما بيثقوش في الموارد البشرية، ما بالك انت بقى في الشركة اللي انت فيها. للأسف دور الاتش ار احيانا مش بيبقى لحمايتك انت وزملائك، اولويتهم هي حماية الشركة وصاحب الشركة. ممكن يكون رئيسك او مديرك اسوأ انسان في الكون، يعني حاجة زفت. لكن انت محدش طايقك ليه؟ ليه؟ علشان خاطر انت حتة قرف. لكنه ممتاز بالنسبة للشركة في تحقيق الارباح وتأدية دوره. ده انا باخد ادوية بسببك. طب نعمل ايه بقى مع بتوع الاتش ار؟ هات ورقة وقلم واكتب ورايا. أول خطوة الاستعداد للاستجواب. تقدر تفهمني ده ايه؟ إذا حسيت إنك تعرضت للظلم في الشغل قبل بقى ما تروح للإتش آر وتشتكي وتفضفض، من الأفضل تتكلم مع شخص أمين من بره الشركة، عنده خلفية واسعة في الموارد البشرية أو حتى يكون شخص قانوني. لو سبتك لبتوع الإتش آر هياكلوك.
انا عايز اساعدك. هتقولي ليه؟ هقولك هيسألك كل الاسئلة اللي هيسألها لك بتاع الـ HR وهيساعدك في انك تجاوب بشكل نموذجي. تاني حاجة، فكر في مشكلتك كأنها قضية قدام محكمة، لأن أي كلام غلط هيضعف موقفك ويقلل من مصداقيتك ويتجاهلوا مطالبك، والأسوأ من كده إن هم يعتبروك من مثير المشاكل والناس اللي حابة تعمل فوضى في المكان فتترفض. طيب أنت مرفوض، يعني اطلع برا، خد الحاجة دي في إيديك وتفضلوا اطلعوا برا عشان أنا عندي شغل. الخطوة اللي بعد كده، قلل من خوفك بالاستعداد لأسوأ سيناريو. في ناس بتخاف تروح للـ HR لما يحسوا ان وظائفهم واكل عيشهم على المحك، خايفين يمشوا من الشغل. الارزاق على الله، احنا بقى ما بقيناش نسينا، لو الايمان فينا عليا النعمة ما حد هيشتكي معايا. فلو انت شاطر في شغلك وواثق من نفسك ومن السي في بتاعك، ما تخافش وابدأ دور على فرص تانية. ايه الـ HR ده؟ ما حدش عارف، اي حاجة بتبقى موجودة في الشغل ملهاش اي معنى. في النهاية المفروض ان الـ HR كقسم مهم جدا ما يقلش اهمية عن الاقسام التانية زي المبيعات مثلا، لانه المفترض هو المسؤول عن كل الموظفين، فواجبه يدعم الموظفين ويساعدهم على التطور والشعور بالايجابية ويحللهم مشاكلهم وان هم يحسوا بالانتماء تجاه الشركة. انت مش بس قاعد عشان تقبضنا. اقولك ايه، بما انك HR بتجيبوا حلقة المولد للموظفين؟ فأي HR يتجاهل شكاوى الموظفين بحجة مصلحة العمل اللي كتير بيكون فيها كلام، أعتقد دي شركات ما تستحقش إننا ننتمي ليها ولازم بسرعة ندور على بديل. ولو عايز تعرف معلومات أكتر ما تنساش تنزل تبص على المصادر. في النهاية ما تنساش تحكي لنا مواقفك مع الـ HR في الكومنتات وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس. وبكده خلصت حلقتنا، شكرا واشوفكم في حلقة جديدة.